نطلع من الهوستل على احلى طلع اليوم وعلى احلى صباح بعد الايستس بارك. جينا على كولورادو سبرينغز، حاليا اول ستوب جاردن اوف ذا جادز. بيجي اليوم اللي راح اتعلم ارقف فيه على هالجبال. كولورادو الأقلب فيها طبيعة، كلها كولورادو فيها اكتيفيتيز، بس على حسب، يختلف من موسم إلى موسم. يعني أنا أنصح إذا بتجي كولورادو تعال وانت مجهز كل أغراضك للطلعة للمشي، الطبيعة مفتوحة للكل وفري يا شيخ فري. يعني هذا كله ممشى ما في أمل تضيع، الحكومة مجهزة ومرتبة كل الأماكن للمشي أو للطبيعة، وأهم شيء حافظ على النظافة. يا أخي من جد تعب. اوكي، هذا تحذير من الحكومة اللي مهتمة بهذا الموقع او بهذا الجبل، في انواع من الحيوانات هنا خطرة، البلدية او الحكومة تحذر من هذه الحيوانات او الاقتراب منها. صراحة انا ما ادري كيف بطلع من هنا. انتبه لكل خطوة تخطيها. أنا شكلي ضعت زي أمس، والله إن المكان مرة رهيب. في وسط هذه الجبال أحلى شلالات، أحلى شلالات شفتها. أوتش، لما ترقى من الدرج يكون سهل، بس الوعد في النازلة والله المنظر مرعب. والله ما راح اهدى. في اي جبل تلقاه، في اي محل بتروحه، الامان اهم شيء. طيب، البارك مقفل، رقيت الجبل كله ماشي. انا وقفت السيارة على الشارع العام، رقيت الجبل ماشي. طبعا انا عارف البارك ومسكر، بس عندت ورقيته. توني طالع من عندهم، مسكوني. قالوا لي مو مسموح لك تدخل. كيف دخلت؟ اتعلمت من السالفة اني خطرت. على كل جبل في ناس مهتمة فيه، في سكرتية طبعا اذا في احد عالق او محتاج مساعدة او اي شيء راح يساعدونه. بس برضو في كل بارك او في كل جبل الى اوقات او ساعات عمل معينه للسكرتيه برضو. يلا عاد الحين لازم انزل. البوابه كانت مقفله، وقفت سياره على الشارع العام وطلعت ماشي. الحال كلش ما يمشي. المشكله الوقت متاخر وبكره انا ماشي، ان شاء الله يكون في وقت. اذا ما في وقت ما لي الا امشي بعد شيء اسوي. والى هنا ونقول خلصنا من رحله كولورادو، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. لا تنسون من الاشتراك، خلونا نوصل الى 1000 مشترك في اقرب وقت، ونشوفكم ان شاء الله في رحله ثانيه. سلام.